يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن مجموعة من الطلبة ندرس في الخارج، ولدينا محاضرات تتعارض مع أوقات الصلاة، وكثيرا ما يفوتنا وقت الصلاة ونحن في المحاضرة، وإذا أردنا الصلاة في وقتها أثناء الاستراحة لا نجد مكانا مناسبا، وقد سمعنا بفتوى تجيز لنا الجمع والقصر، خاصة أن بعضنا يعمل بما سمع، فهل هذه الفتوى صحيحة وهل يجوز لنا الجمع؟ الجمع يجوز إذا كان ما تستطيعون الصلاة في وقتها تأخرونها إلى التي بعدها، كالمغرب مع العشاء والظهر مع العصر، إذا احتجتم للجمع تجمعون لا بأس. أما القصر لا، ما يجوز، لأنكم مقيمون للدراسة، القصر لا يجوز، أنتم مقيمون إقامة طويلة للدراسة تمنع القصر. نعم.